السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. واليوم أقدم لكم بعض الحركات وأعطي فكرة للإخوة المتابعين الذين ليس عندهم أما مساحة أين يتدربون، أو ليس عندهم وقت للذهاب للنادي. فلم يبقى عندكم الآن أعذار، سأرسم يعني دائرة وأحاول أن أقوم بجميع الحركات في هذه الدائرة. المهم كل حركة سأقوم بها مرة واحدة كي لا أطيل عليكم، وأنتم كل حركة تعيدونها 3 مرات، وإن شاء الله تستفيدون ولو أنه يعني ليست مساحة كافية. مثلا أرسم دائرة، من الأفضل قبل البدء في ممارسة الرياضة أن أقوم بالحركات الأساسية. لقد نزلت فيديو تجدونه بالقناة، الحركات الأساسية. المهم أقوم بجميع الحركات التسخينية والحركات والقفز في المكان، جميع الحركات، لكن لا أخرج من الدائرة كي لا يبقى عذر عند الذين لا يرغبون بممارسة الرياضة ويقولون لا أجد مساحة أين أتدرب. جميع الإخوة والأخوات يملكون مكان ولو ضيق مثل هذا ليمارسوا فيه التسخينات، رغم أن أفضل شيء هو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لكن في مثل هذا المكان أفضل من لا شيء. نبدأ على بركة الله. الحركات الأساسية الأولى أقوم بها فقط مرة واحدة، ثم حركات الدورانية والقافزة إلى غير ذلك أقوم بها 3 مرات. أولا أرفع رأسي إلى الأعلى والأسفل، 1، 2، أقوم بالحركة 10 مرات، ثم 1، 2، أنظر لليمين واليسار، أحسب لـ10، ثم أحني رأسي يمينا ويسارا 10 مرات، ثم يعني 10 مرات، لا تعيد 10 مرات، يعني 10 أحسب لـ10، هذه الحركة أحسب لـ10، ثم للوراء أحسب لـ10، ثم هكذا لـ10 إلى للوراء، ثم أقفز في المكان. حركة أخرى أزيد بها للأمام وأرجع للخلف، ولا زلت وسط الدائرة. جهة أخرى،
الجهة الأخرى قلب يديك هنا واحد للتذكير الإخوان من الأفضل في هذه الحركة من قش نقوم به هنا نفعل بتدرج شوية هنا نوقف نزيد شوية بهذه الطريقة حط المرفق على الركبة زيد بشوية المهم هذه الرجل تكون مسرحة المهم إخواني أخواتي كما تلاحظوا أن هناك كثير من الحركات يمكن أن أقوم بها في المكان وتكون مفيدة وأستفيد من الحركات تنشيط الدورة الدموية التعرق إلى غير ذلك. المهم بالنسبة للحركات الأساسية الأولى لم أريد أن أطيل عليكم، هناك حركات أخرى المهم تجدونها بالقناة في فيديو، وإن شاء الله سأضع رابط فيديو الحركات الأساسية التي ذكرت لكم الآن في أول تعليق في هذا الفيديو، وسأثبته من أراد أن يتابع الحركات الأساسية ثم ينتقل لهذه الحركات بالإضافة إلى تمارين الضغط تمارين البطن، كل هذا يمكن أن أقوم به في نفس المكان. المهم أعزائي أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وأن يفيدكم، ولم أترك يعني عذر لأصحاب الأعذار، يعني يمكنهم القيام بجميع هذه الحركات في البيت، لأنه رغم أنكم تسمعون أنه الرياضة في الهواء الطلق أفضل من البيت أو النادي، نعم، لكن إذا كنت لن تمارس أي شيء فمن الأفضل أن تمارس هذه الحركات في البيت. وإن شاء الله في حلقة أخرى أزيدكم حركات أخرى، فالحركات كثيرة ومتنوعة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.